ميرسي على الكومنتير نتاعكم، ميرسي على الملاحظات، حتى كي ننساو حاجة، حتى هكا كي تغيب علينا حاجة تعاودوا تفكرونا زادة، فرحانين اللي أنتم قاعدين تتبعوا في المدن الكل في تونس، قاعدين زادة تذكروا في رواحكم ولا تسترجعوا في ذكريات طفولتكم في المدينة اللي زرتوها ولا عندكم فيها أصحابكم وأحبابكم، زادة تفرحوا وقت اللي نحكيوا على مسقط راسكم، واليوم نحكيوا على مدينة جندوبة اللي نسلموا عليها برشا برشا، نسلموا على الناس الكل اللي يسمعوا فينا من جندوبة ونحييكم الكل اللي قاعدين تفاعلوا معنا بأي طريقة كانت بالتليفونات على يوتيوب ولا على فيسبوك. شكرا لكم على الكومنتير وعلى التفاعلات الكل اللي قاعدة توصلنا، احنا معاكم حتى لنص النهار باش نكملوا بطبيعة الدوليشة متاعنا، نشوفوا وين نجموا تمشي، وكان تزوروا جندوبة شنو الصنايع اللي فما في جندوبة، نحكيوا على الناس اللي تدور في العجلة زادة في المدينة هذية. وقبل كما كل نهار وكيف ما في كل مدينة نمشي ونعملوا بكم دورة في الأسواق في المرشيات، منها نعملوا طلع على الأسعار، نشوفوا الأمور معدلة في تونس الكل في البقايا الكل كيف كيف، ونشوفوا زادة كان فما منتوجات خاصة بالمدينة اللي احنا فيها اليوم. هذاك علاش اليوم باش نمشيو لقفة رمضان من جندوبة. قفة رمضان، قفة رمضان اليوم باش نعبيوها في جندوبة إن شاء الله، وفما كل خير في جندوبة. آمنة سويسي هي مراسلتنا، مراسل ديوانا فام اليوم واللي باش تعطينا فكرة على المارشي واللي معانا مباشرة. آمنة صباح النور، كل عام وأنت بخير وإن شاء الله رمضانك مبروك يا آمنة. يا عايشك يا زينب، صباح النور ورحبوا بك أنت وبكافة المستمعين تاع ديوان أفام. الله يخليكوا آمنة، احنا قاعدين نشوفوا فيك طلة بهية ما شاء الله، وشكرا ليك اللي أنت موجودة معانا لهنا في السوق. يا عايشك يا زينب، يا عايشك، مرحبا بكم الكل. احنا وين؟ اليوم هنا في جندوبة تويكا قدام السوق البلدي قدام المرشي في جندوبة. أيوة. كما تشوفوا هاي حركية كبيرة، وفما نسمة محلاها وطقس محلاها على الاخر. صحة وفرحة، صحة وفرحة. يعيشك يا زينب، مرحبا بكم اليوم في جندوبة، الناس الكل معانا. يعيشك يا لالا بيه، هذايا السوق اللي احنا فيه يتسمى السوق البلدية والا عنده سوق ولا عنده تسمية أخرى ساعة في جندوبة؟ هذايا المرشي، هذايا السوق البلدي تويكا. أيوة. هنا داخلين. أيوة. باهية. باش نبداو صحة باللحوم الحمراء. باهي هيك نبداو باللحوم الحمراء. ديجا راكم تشوفوا الخضر، لكن باش نبداو باللحوم الحمراء. اللحم العلوش 45 دينار، البرشني البرشني بين 44 و 45 دينار. البقري الهبره بين 37 و 42 دينار. ايوه. اللحم المخلط معناها 32 دينار، والعجل بالنسبه للزر 27 دينار. واضح الاسوام، هذا الاسوام في المعدل، تبارك الله المعدل نتاع تونس الكل، هذاك هو خاصه العلوش 45 و50 هذاك هو، ما هبطناش عليه في حتى نهار وفي حتى مدينه. ايوه. اي ديجاكم تشوف الحركيه تبارك الله ديما في جندوبه كيفاش. نمشيو للحوم البيضاء الدجاج، عندنا سكالوب داند والدجاج 14.990 15 جنيه. أيوة. 15000. باهي. اي الخضار نتاع الدجاج 9990 فرنك. الزر نتاع الدجاج 10000، الدجاج الكيلو 7190 فرنك. باهي. الخضار نتاع الداند 8990، وبالنسبه للكبده 23 دينار. 23 دينار الكبده. 23 دينار. نتعدي نحكيو على كبده الدجاج، خاطر هنا قالوا لي 23 دينار وكبده الدجاج، مش نحكيو لا على علوش لا على بقري. ايوه ديجا هاو قدامكم كل شيء. نتعدي وتويك انا باش نمشيو للحوت، السردينه ب 6000، الدوره 19400، شوفريت 13800، المرجين 15800، القرطي ب 21600، التون ب 15 دينار، النزلي بين 17 و 824 دينار، التريليا بين 16 و 848 دينار، والبوري 13 و 800. باهي ما شاء الله، وفما ما شاء الله موجود. باهي تبارك الله. باهي بالنسبه للخضره، يلا هات نعملوا 3750، البطاطا بين 14 و 16 كيلو، الطماطم 2500، البصل الرابطه ب 12، السنيرية زاد الرابطة 15 جنيه، البسبيس 18 جنيه، الجمارية 15 جنيه، القرص على دينار، الجلبانة السكرية على دينار، وبين 18 جنيه. أي فما على دينار وفما بين 18 جنيه و82 جنيه. ما شاء الله. أي الفتبوس غالي غالي شوية 5080. القرع الأخضر بين 14 جنيه و2000 كيلو. السلاطة الخاص 15 جنيه، واللوبيا الخضراء على 2000. باهي واضح الاسوام في المعدل زاد، اي ماهيش غاليه برشا. الخضره الورقيه المعدنوس الكراتس الكل على 500.
الكل على 500 يتسمى زاده ارفق من برشا مرشيات اخرين على خاطر اي نحن نتسموا سويكا ما هو على اخر رمضان هيك والعبيد هكي تشوفي ديجا تبارك الله ويعطيهم الصحه الكلها رجعوا تعدلوا الامور وانت يعطيك الصحه ايمن على خاطر العبيد قاعدين يدوروا معانا راه في المارشي وقاعدين يتفرجوا راكم تشوفوا في الخيرات كلها هي موجوده ما شاء الله تملك برك الغله ثم الفريز ارتل على 3000 الدجل على 4000 البردين بالنسبه خليني نقول اللي هو فريز خارق العاده راه اللي في جندوبه معناتها حاجه ما شاء الله خارق للعاده ما شاء الله بالنسبه للبردين عصير على دينار الطمطم على 12 مليون البنان على 12000 كيلو التفاح من 5000 ل 6000 من 5000 ل 6000 التفاح اي هذيا بالنسبه للمرسي نتاعنا اليوم هاكم تشوف الخيرات كلها هاي موجوده ومرحبا بكم في جندوبه ربي فضلك يا ايمن انا فرحانه برشا اللي انا موجوده معاك واللي احنا باش نزيدوا نتلقاو شويه اخر ونزيدوا نحكيو شويه اخر نحب نشكرك زاده اللي حوست بينا على خاطر الفكره مع مراسلين الكل اللي احنا قاعدين هما يهزوا فينا يكونوا يقودوا هالرحله هذيا يوصلوا لنا التصويره زاده مباشره نحوسوا قول علينا توا الصباح موجودين في جندوبه والله العظيم نحوسوا في جندوب ربي فضلك احنا امنا نرجع معك شويه اخر بيان سور في صنعه ما فما كان عنا اليوم باش نحكيو على القشبيه حاجه خارقه العاده وعلى الصنعه هذيا اللي موجوده زاده في جندوبه ناخذوا لابارتيكولاريتي نتاعها بعد شويه مع مراسلتنا امنا السويسي اللي نشكرها برشا اللي عطاتنا فكره كامله على الاسعار اللي موجوده في الاسواق فما حاجات اسوامهم مرفقه كما الخضر الورقيه ب 500 مليم تتسمى من الأرفق الأماكن اللي لقينا فيهم الخضار الورقية في رمضان السنة وزادة الجلبانة برشا ناس قاعدة تعلق على سوم الجلبانة بدينار فما بدينار والله بدينار جلبانة سكرية إن شاء الله تاكلوا صحة وبشفاء يتسمى سوم باهي برشا برشا لكن اللحوم الحمراء والبيضاء والغل تقريبا في المعدل نتاع المدن الكل اللي شفناهم حتى التوا واللي الحقيقة غالي معناتها خلينا نكونوا واضحين غالي اسوام اللحم به ان شاء الله ربي يكرم الناس الكل وربي يرزق الناس الكل واحنا معاكم حتى نص النهار نرجعوا لكم بعد الاخبار بعد شويه وتوت سويت عندكم اخبار التكنولوجيا ديجيتال ويفز صديقنا انيس الغول وراجعين في ذوق 24 على ديوان فهمه.